بنبلش بعال الخفيف. 3.5 ملايين لاحقينك على انستغرام لنجوميتك او لانك زوج النجمه رحمة رياض؟ اثنيناتهم. نعم. 1,750,000 لإلها و1,750,000 ايه تقدر تقول هيك دغري عم بحلل معاني بالماثس بالمره يعني بس طيب جوابه شو انا اكون؟ ريل اوكي. السؤال الثاني، عايش بين امريكا وتركيا وقطر ولبنان، مشتاق للعراق؟ اكيد. شو مشتاق اكثر شيء؟ شو المشتاق للعراق؟ كل شيء، الناس، الاكل، الهواء، بلدي. اكيد. طيب خبرني شيء كثير غريب صار معك بطياره او مطار. بطياره ومطار. انا عايش بالطيارات. انا عايش بالطيارات. شو صار معك شيء غريب؟ انا ما يصير شيء غريب معي، يصير غرب شيء غريب يصير مع رحمه. لما نسافر معي توترني. ها ايه بتخاف من الطياره؟ ما تحب تمشي. يعني تريد يعني كل شيء سريع. فيعني بتصعد على الشنطه او اسحبها. بتحملها انت ايه عادي. يعني اي رواق. مره حملتها وركضت بيها والله. على هالدرجه؟ اي والله. من وين لوين؟ قد ايه المسافه؟ يعني مطار اسطنبول ترى كثير كبير. اي بعرف. وتعرف الجيتس. اي. ف مشيت تقريبا يعني نص كيلو يعني تقدر تقول. حامل على ظهري خفيفة رحمة. خفيفة رحمة أكيد. إيه. بس إنه نص كيلو يعني ماشي بمطار. أي والله. أي والله. شو كنت عم تقوله للعالم؟ لا ماشي. لا ماشي، هي خلصت يعني لما تقفل تقفل. فأنا بس أحاول أراضيها يعني. ستك ألكسندر هي عائلتك. نعم. اعترف لها بشي خبيته عنها. ستي شو مخبى عليها؟ هي ما تحب انزل للبحر. ما بتحب تنزل للبحر؟ ابد، تخاف انه لما ننزل للبحر، وانا دائما انزل للبحر. نعم. يعني بتنزل بلا ما تقول لها؟ انزل بلا ما اقول لها. ايه. سامعة تيتا؟ عم ينزل بلا ما يقول لك. بس شو بتاع يعني سباحة عادي بتخاف؟ اعمل سيرفينج انا. سيرفينج. ايه فافوت يعني تحت جوا. حقها تخاف شوي يعني. طب كيف بتعرف ستك انك عم تروح على البحر؟ يعني عندها انستغرام ستك او؟ لا ما بتعرف. تكلمني بالتليفون. على التليفون. ايه يعني بيمروا عليها بسهوله انه؟ لا مو شوف ستي يعني كل ساعه ساعتين بدق علي. فمرات لازم ادق عليها، راح اكون عندي شغل ما راح اقدر احكي، انا كنت بالبحر ما عندي التليفون. فخلص اقول لها عندي شغل وهي بتعرف. طيب بس انا نازل البحر. ستك هي امك يعني؟ هي امي، هي كل شيء بحياتي. الله يخلي لك اياها. سؤال خفيف كمان هيك. نعم. يعني ما بفتكر الجواب رح يكون سهل عليه. سمي لي أغنية فشلت لرحمة برأيك. يعني أغانيها بالبداية يعني غنية ما بتحب تسمعها أبدا. أنا بالنسبة هي الأغنية ناجحة بس هي فشلت كفيوز وكأودينس. الأغنية اللبنانية حظنا طلعت ساعة رمل. لا مش حظكم، بس حاليا الأغنية العراقية هي بالساحة. بس الأغنية يعني أنا كلش أحب الأغنية، كلش راقية، اللي يسمع ويسمع كلماتها واو. بس مع الأسف ما نجحت.